الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. وهذا الباب قريب من الباب الذي قبله، وهو باب ما يقوله بعد تغميض الميت. وكل هذا يعني إرشاد من المصنف رحمه الله تعالى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوله من مات عنده ميت أو حضره عند موته. وهذا يدل على أن هذا الإسلام دين عظيم، لم يترك لنا شاردة ولا واردة ولا قريب ولا بعيد إلا وفيها سنة، ومن ذلك هذا المقام، ففيه من السنن القولية والفعلية ما هو مبين وموضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت يعني أم سلمة: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا. قال: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. رواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. يعني جاء في رواية هذا الحديث: إذا حضرتم المريض أو الميت، يعني شك من الراوي هل قال المريض أو الميت. في رواية أبي داود جاء من دون شك على الميت: إذا حضرتم الميت. قال: وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أي أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وهذه القصة في قصة أم سلمة عندما مات أبو سلمة، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن موته فقال لها: قولي هذا الحديث، وهو: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكانت تقول في نفسها: ومن هو خير من أبي سلمة؟ وهذا يدل على أن أبا سلمة رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه كان يحسن إليها إحسانا كبيرا عظيما، حتى قالت في نفسها بعد أن علمها النبي الدعاء: ومن هو خير من أبي سلمة؟ لا ترى أحدا خيرا من أبي سلمة. ولكنها سلمت لأمر الله وأمر رسوله واستجابت لإرشاد الرسول فقالت هذا الدعاء، فماذا كان من ذا بعد ذلك؟ أن أخلفها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة. من تزوجها؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار خيرا لها من أبي سلمة. فلذلك المسلم في مثل هذه الأدعية وهذه الأذكار يقولها بيقين وإحسان ظن برب العالمين، لا يقولها على سبيل التجربة، وإنما يقولها باليقين وبإحسان ظن برب العالمين سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له دعاءه، أو أنه يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا، أو أنه يدخر له ذلك أجرا عنده يوم القيامة. فمهما كان لا تعدم خيرا، أولا أنك استجبت للسنة ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنك لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة عند دعائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في مثل هذه الأحوال فعليه أن يدعو بيقين وبإحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، والولد يشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم.
فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم بحال عباده، فيقول لهم هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول نعم. ثم يسألهم ماذا قال هذا العبد؟ حمدك واسترجع. فيقول ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا فيه فضيلة عظيمة لمن صبر على موت ولده، سواء كان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا أو كبيرا، أنه إذا حمد الله عز وجل على هذه المصيبة واسترجع فإنه يبنى له بيت سمى بيت الحمد، كما قال الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يوطن نفسه، وطن نفسك على جميع المصائب، فالمصائب قد تنزل عليك في لحظة أنت لم تكن مستعدا لها، ولكن من وطن نفسه عليها فإنها إذا نزلت عليه فإنه تنزل عليه وهو على سكينة. وليعلم العبد أن من أركان الإيمان العظيمة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد أن تؤمن بهذا، ومن وقر في قلبه هذا الإيمان هانت عليه جميع المصائب. لا يخلو مسلم في هذه الدنيا من مصيبة أبدا، إما دينية إما دنيوية إما ابتلاء إما فتنة، لا بد أن تحصل لك الفتن، لا بد أن تحصل لك المصائب. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن تفتن، لا بد أن تنزل عليك المصيبة، ستبلى، قد يكون هذا البلاء في مالك، في جسدك، في صحتك، في ولدك، في دينك. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن على المسلم في كل حال أن يوطن نفسه على تقبل المصيبة وعلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. هنا انظر، قال صفيه في الحديث الأول الذي مر عليه قبل قليل ولد العبد، الولد يشمل الذكر والأنثى، هنا قال إذا قبضت صفيه، والصفي لا شك أن الصفي أقرب ما يكون الولد، ويكون الأب ويكون الأم الأقرب فالأقرب، ولكن قال بعض العلم الصفي هنا يدخل فيه جميع من تحب، جميع من تحب سواء كان قريبا في النسب أو بعيدا في النسب. فإذا قبض الصفي من الناس صفي قلبك ثم صبرت واحتسبت، فانظر إلى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. ليس له جزاء إلا الجنة، فهذا فضل عظيم لمن صبر واحتسب عند قبض صفيه، فإنه إذا احتسب ذلك فإن الله عز وجل وعده الجنة وهي النعيم المقيم، نسأل الله من فضله. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أرسلت، قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلي، يعني أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال للرسول، يعني للرسول الذي أرسل إليه، قال ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وإذن هذا مما ينبغي أن يصبر به من مات عنده ولد أو مات عنده صفي، أنه يذكر بهذا، أنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وليس على هذه الدنيا أحد باق أبدا، كل من عليها فان، فيذكر بهذا. فإن التذكير بمثل هذا من أعظم ما يثبت الله به القلوب عند المصائب، أعظم ما يثبت به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى. فهذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.